زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس ونبداو في المواضيع نتاعنا اليوم حتى الخمسه نتاع العشيه متواصلين. واول مواضيع باش يكون معنا او موجود معنا بالتليفون مراد العقبي الكوتش السابق المنتخب التونسي. سي مراد اهلا بك. مرحبا بك سام ومرحبا بكل مستمعين ومستمعات اكسبريس اف ام. رمضانك مبروك سيدي وتحيه ليك والناس الكل في جربه توا. اي سعر رمضانكم مبروك كل عام وانتم بخير ان شاء الله ربي يحميكم ويحمينا ويحمي جميع البشريه من الكارثه هذه اللي جات ان شاء الله تعدى على خير. المهم احنا صحيح نهار الاحد وصلنا نهار 19 ابريل بيان سور وصلنا كل ظروف السلامه موجوده الوقايه معناها اجراءات كبيره في المطار تنظيم كبير الحقيقه شوفنا الاطراف المداخله الكل معناها ملتزمه باش تقطر الوفد كامل من الاختصاصات الكل ولحد وصلنا للفندق للنزل معناها كل واحد والشامبر نتاعه والحقيقه الكل كما قلت لك الاطراف المداخله الكل معناها قاعده تجتهد باش توفر كل سبل معناها الاقامه المريحه والحمد لله. كانوا شويه مشاكل من الاول في النهار الاول خاصه سي مراد بعد في الاقامه وفي الماكله بعد تحلت الامور هذه ولا لا؟ هو 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 الاشكال هو الفندق معناه ممتاز معناه الاقامه ممتازه وهذه والشروط الصحيه موجوده خاصه انه كل واحد في الغرفه نتاعه هذه حاجه مهمه. يبقى حكايه عمليه الاكل حب ولا نكره ولا غالب اليوم ظرف استثنائي خاطر تعرف الاكل ماهوش معناه الفندق ماهوش بالخدمات نتاعه ماهوش بالمطبخ نتاعه وكل حتى البرد معناه نعرفوا الفنادق الكل توا مسكره معناه جوست الدوله خذت ليتابليسمون معناها امكانيات طيبه بس على البنيه التحتيه لكن التغذيه الماكله معناها ثم متعاقدين مع شركه نتاع كاترينج معاينه اللي هي ماك تعرفك الوجبه اللي تبدا امبالي والكل اللي هي معناها ماهيش في تقاليدنا وفي عائلاتنا وفي في امورنا في هذه هي معناها الاشكال الوحيد هو ذاك. اما الاشكال هنا اللي فما حتى ممكن شفت حتى دي بي بي معاكم معناها مش كان رياضيين معناها ما نجموش ياكلوا حاجات كما هكا. الرحله نتاعنا فيها تقريبا 250 تقريبا ما نعرفش تقريبا معناها فما دي كوبل معناها فما من لاعبين فما من مواطنين اخرين عندهم لي بي بي نتاعهم هذا هو معناها لكن احنا نتفاهموا معناها ونثمنوا مجهودات الناس كل نثمنوا الناس كل معناها اللي نثمنوا مجهودات الدولة اللي معناها حارسة باش تحمي شعبنا والمسؤولين في القطاعات نتاعهم الكل المختلفة الحقيقة قاعدين يجتهدوا هذه عبارة حرب ضد عدو ما يتشافش الكلنا إن شاء الله ملتزمين وإن شاء الله الكل معناها عندنا الصبر وإن شاء الله الكل عندنا التفاؤل المرحلة القادمة إن شاء الله. سمعنا الليبيين وصلوا أرقام قياسية ظهر لي نتاع بي دافيون. والله هي الاخر التذاكر الاخرانيين في حدود 2000 دينار هم برشا هو ظالم مستانسين اليورو تور مليون و100 حاجه هكا ولا اي قبل هكاك اليورو تور 1200 دينار هذه نقول زايده 30% تقريبا بتاتر معناها تحطت فيها معناها شو تسمى مصاريف الكونفينمون على كل احنا شو نقول انا هذا ظرف استثنائي ما علينا كان نصبر ونتعاملوا معها معناها بكل جديه وان شاء الله ربي يحمينا ويحمي تونس. عملوا لكم تحاليل قاسوا لكم السخانه سي مراد في النزل كي هبطتوا من السعوديه ولا لا؟ اي لا قاسوا لنا السخانه من المطار معناها يعني قلت لك فما معناها الشروط الصحيه كل متوفره فما معناها الليجان الصحيه موجوده ممثلينها من الاختصاصات الكل تبقى التحليل كتحليل ما عملناش. التحليل اللي يحكيوا عليه المده الاخيره هذا ما اللي ما انا فهمته بالتشاور معاه وسالناهم قال لك التحليل يعملوه كان في الحالات المشبوهه اللي فيها معناها واحنا راهو بين الظفرين ناكد للجميع رانا عاملين كونفينمون تروا فوا معناها احنا وقفت البطوله نتاعنا ل 11 مارس تقريبا عملنا اكثر من 40 يوم كونفينمون هذه الرابعه معناها لكن نلتزموا وان شاء الله كما قلت لك ربي يحمينا وان شاء الله ربي المفيد طمنا سي مراد الناس الكل معناتها يجوا من السعوديه لاباس معناها ما فماش حاله لا كل الوفد كامل لاباس عليهم احنا راه مش رياضيين كهو احنا 250 تقريبا فما يمكن الثلث في المجموعه ولا الربع العدد رياضيين بين مدربين ولاعبين واخصائيين علاج طبيعي وغيره والباقي معناها مواطنين من مختلف الاختصاصات في كوخا اليوم معنا في الرحله
والحمد لله معناها التباعد الاجتماعي موجود، لكن الناس كل معناها في حالة صحية جيدة مميزة الحمد لله. باش تسمح لي سي مولاي، خلينا نستغل الفرصة نسألك على التجربة في السعودية السنة، كيفاش شفتها نتاعك أنت؟ كيفاش تقيمها التجربة نتاع الموسم هذا؟ أنا مشيت آخر جونفي، معناها أنا خدمت شهر ونص كاو، ما قعدتش تقصير برشا. اي خذيت معناها تعاقدت مع نادي الانصار السعودي اللي هو في ترتيب ماهوش معناها باهي، في ترتيب الاواخر يلعب على النزول، والحمد لله معناها في اخر ثلاثه جولات ثلاث انتصارات متتاليه، معناها بعدنا بسته نقاط على المناطق الخطيره، والحمد لله معناها ثم نقله نوعيه في الفتره هذه القصيره. هذا هو معناها، لكن جاء توقف البطوله بيان سور. نظريا يقولوا باش ترجع في شهر 8 معناها شهر اوت، باش تعاود معناها استعداد من جديد، خاطر مازالوا 10 مقابلات في البطوله بتاعنا، مهم شويه. مازالت ما تحسنش موضوع الصعود وموضوع الهبوط، وبالتالي معناها نحن نتفائلوا خير انها باش ترجع ان شاء الله في العالم كامل، في العالم العربي تحديدا. وكاو معناها التجربه نعتبرها ناجحه في ظرف قصير، بالرغم لعبت 6 مقابلات تقريبا كاو، اما تعتبر ناجحه معناها ثم تطور في الفريق، وهم فرحانين بالعمل بتاعنا، مش كان الحقيقه الكفاءات التونسيه الكل معناها ناجحين بنسبه 100% في النوادي بتاعهم الكل. وباش تتواصل ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. العقد مازال متواصل، احنا روحنا على اتفاق انه العقد باش يتاجل، معناها هو كانت بريفيو الفاميتو في العقود الكل، لكن توا معناها اوبليجي باش الفترة اللي فات توقف باش يقع تمديدها آليا، وبعد نشوفوا الفترة المستقبلية. يعطيك الصحة سي مراد، بالتوفيق ليك وان شاء الله لاباس الناس الكل موجودين في احد نزول في مدينة جربة. دونك مواصلين في زون ميكس حتى 5:25، نمشيو كالعادة موزيكا.